السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أماني سالم. ايه رأيكم يا جماعة في وصفتنا النهاردة؟ وصفة رائعة جدا جدا، وسر الوصفة يلا مع بعض شوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا بخير ومعكم أماني سالم. النهاردة هنعمل وصفة رائعة جدا جدا واقتصادية على الآخر. اول حاجة احنا جبنا 4 بطاطسات وسلقناها وهرسناها بالشكل ده، وحطينا معلقتين زبدة وفلفل اسود رشيناها على المقادير كلها والملح، وهقلب كل المقدار كله مع بعض كده تبقى طعمها حلو جدا حتى لو اتعملت كده لوحدها. هبتدي بقى احط الفلفل الاحمر، الفلفل الرومي قطعته مكعبات، وكان عندي كفتة من قبل كده قطعتها مكعبات صغيرة وحطيتها عليها، بتديها طعم حلو جدا جدا. ويلا بينا بقى نشوف سر الوصفة وجمال الوصفة. وسر وصفتنا هو عيش التومين. هنعمل عيش التومين، هنعمل منه كريب خطير جدا 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 وسهل وبسيط ومش هيكلف معاكي اي تكلفة. اول حاجة احنا جبنا نص العيش وحطينا فيه الخلطة بتاعتنا ولفينا العيش مثلث، شايفة زي الشكل ده، هيطلع معاكي قرطاس بالظبط، شايفة الجمال، حلو جدا ووصفة اقتصادية على الاخر. احنا جبنا بقى الطاسة وحطينا فيها معلقتين زيت، هحط كل العيش اللي انا عملته في الطاسة ويلا مع بعض شوف هنعمل ايه. هعمل واحد تاني، شايفة جبت نص الرغيف وهحط الحشو بتاعي في نص العيش ونسويه، وابتدي اعمله بقى زي المثلثات كده بالظبط، شايفه، وهقعد الفها بقى لحد ما اخلص نص الرغيف معايا، بتبقى حلوه جدا جدا وكريب اقتصادي وما خدش مني تكلفه وفي نفس الوقت رائع جدا جدا جدا. وخلاص كده خلصنا الكميه بتاعتنا، شايفه، بحسب عدد افراد اسرتك. هنحط الطاسه بتاعتنا على النار، اول حاجه تبقى النار عاليه، وبعد كده هوطي النار علشان العيش بتاعي متحرقش، وهغطيه عشان الوش اللي تحت يتحمر، وبعد كده هرفع الغطا بعد 3 دقايق ما تكتريش. معايا بقى زبده وبابريكا، شايفه، هدهن الوش التاني من فوق كده عشان تديها اللون الاحمر الجميل، وبتبقى كريب رائع واقتصادي على الاخر وطعمه خرافه جدا جدا جدا. شايفه بقى هقلبه الوش التاني، شايفه ما شاء الله معايا مقرمش وجميل ازاي، ويلا مع بعض شوف بقى هنقدمه ازاي على السفره. وده التقديم النهائي للكريب بتاعنا، ما شاء الله طعم رائع حقيقي فعلا. هتعمليه بالشكل ده هتعمليه على طول لانه فعلا اقتصادي على الاخر والطعم روعه، ان شاء الله هتعمليه هيعجبك، شايفه الشكل والجمال والطعم كمان رائع جدا جدا جدا. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. وشايفه بقى الكريب بتاعنا ما شاء الله، الزبده بقى والبابريكا عطشه قرمشه جميله وطعم رائع جميل مقولكيش على الجميل، شايفه شكله حلو ازاي. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، لو الوصفه ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات وشير. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله الدعوات من القلب للقلب، واقول لكم بالف هنا وعافيه.